جددت وزارة الصحة دعوتها للجميع للإقبال على التطعيم وإلى ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية عبر التقيد بمعايير التباعد الاجتماعي ولبس الكمام وقد أعلنت وزارة الصحة أن عدد من تلقوا الجرعة الأولى من التطعيم حتى مساء أمس الاثنين بلغ أكثر من 732 ألف شخص فيما تجاوز عدد من تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم 550 ألف شخص